عارف الراجل اللي اسمه محرم بيه ده؟ كان يعرف امك زمان. امي؟ ايوه. مش بس كان كمان في بينهم حب وبراميات. امي؟ ايوه كانت بتروح له البيت، ودلوقتي لما عرفت انه هو هنا في البلد راحت له. امي؟ ايوه. وخدت منه فلوس كام من الولايه دي؟ مش عرفني انا خدت كام، هو اصلا كرفها لقاها كبرت وملهاش لازمه. امي؟ ايه ده؟ معنى كده ان انا ممكن اطلع في الاخر ابن الراجل المحرم ده، والفيلا تطلع بتاعتي، والفلوس تطلع بتاعتي، والخدم والحشم والعربيات، وهو يبقى بابا محرم. الله، انت مجنون؟ هو ده بس اللي جه على بالك دلوقت؟ لو الكلام ده طلع صحيح يا بت هنبقى حدنا بصاروخ. تتجننت خلاص، الحواديت اللي بنقولها في الموارد لحست دماغك. وبدل ما نبقى شغالين خدامين هنبقى اصحاب طين. طين؟ الهي طين على دماغك وعلى دماغ اللي خلفوك يا شيخ. بحلم يا سينا. ايه بلاش احلم. وبعدين هتعمل ايه يا اخوي؟ هنشتغل طبعا. شهادة لله محرم بيه ده طلع راجل محترم. حاكم جوزك يفهم كويس قوي الراجل المحترم من الراجل اللي عينه عايزه خرقها، ومحرم ده طلع راجل محترم. طول ما انت واقفه عينه ما اتشالتش من عليكي، حتى هو بيتكلم كان عمال كده يتلفت يمين وشمال عشان يلمحك، بس راجل محترم محترم. وهتعمل ايه بقى مع امك يا روح امك؟ امي مين؟ انا مالي بامي؟ ده كلام، هو حد بياخد على الكلام فلوس؟ المهم تعالي اقعدي جنبي. عايزين تعالي بس، عايزك باجي. يلا بقى يا سينا. احد ما شفتك ريح جثته. حبيبي انت. نعم. بص يا حبيبتي، قال لكيش هيدفع كام؟ لا ما قاليش. يبقى انا بقى المغربيه اخر النهار كده اروح اقعد معاه شويه عشان ما نشتريش سمك في ميه، ده شغل، وقبل ما نشتغل لازم نعرف هناخده كام ولا ايه. ماشي، روح انت اتفق معاه بعدين تعالى قول لي. لا انت تلبسي حته حلوه كده وتيجي معايا عشان كل واحد يبقى عارف حقه. ما تخافش انا مامنه لك، اكيد انت هتقول لي الصدق يعني. عليا الحرام ما يمشي، لازم برجلك على رجلي. بصي لي كده، اها عينيكي مليانه شك، وانا بقى هقطع الشك باليقين، وتيجي معايا عشان تسمعي كل الكلام اللي هيقوله بلسانه، وخصوصا هيدفع كام. ده شجع عمرك يا بنتي، وانا ما اقدرش اضيعه عليك. يعني انت يا صوفة مش هتمد يدك على فلوسي؟ همد، قصدي يعني همد اشيلهم لك واكبرهم لك. انا بحبك قوي يا بت، نفسي اشوفك في العلالي فوق. وبعدين وانت مع محرم بيه ده لازم يبقى في راجل في ظهرك. ليه؟ انت مش قلت لي انه راجل محترم وما شفتش منه العيبه؟ محترم جدا جدا، بس الامر ما يسلمش، انت برضو امرايا ولقطه قشطه. انا عايزك بقى تدخلي كده تتلاقيه في تليفه حلوه، وتلبسي حته زفره، وتتكليني. حاكم الناس الاغنياء دول بيحبوا اللي شغالين عندهم تبقى ريحتهم كده مطلعه ورد. يا ورد انت يا ورد. ماشي انا موافقه، بس مش هروح النهارده، هروح بكره. انت تؤمر يا جميل. بقول لك ايه؟ ايه؟ انا هروح بقى. تروحي لسه بدري. احسن حد يجي. يا ست ما حدش جاي، ما حدش راجع دلوقتي. معلش اصل صوفا ممكن يجي لك عليا. صوفا مين؟ صوفا مين ان شاء الله يولع؟ انا مالي مال صوفا ده؟ لا قولي صحيح، هو انت كنت تعرف زينات دي من زمان؟ ايه اللي جاب سيرتها دلوقتي؟ الله يخرب بيت مخك. عايزه اعرف. تعرفي ايه؟ يعني اصلا سمعتي كده انك انت كنت بتحبها موت زمان. بحبها حبي ايه؟ حبي ايه؟ هي دي تعرف حبي دي؟ بس قولي بصراحه، انا عايزه اعرف يعني هي كانت تجي لك هنا؟ جد؟ طبعا. يا لهوي يا لهوي يا لهوي.
هسلك قلبسه. قلبسه قمر قصي قمر قصي بلاش قلب الدماغ. صدقت فجاه اني بعرف ارقص؟ امال يلا. انت مفيش فايده فيك ابدا؟ ايه؟ عملت ايه؟ هتفضل كده طول عمرك تجري ورا عالم الزباله الشحاتين دول؟ يا ست خلصيني، عملت ايه؟ الدنيا ولعه. ولعه يعني ايه؟ ولعه يعني ولعه، يعني هي دي فرصتك دلوقتي، لو دخلت البيت ده هت... عبد الحكيم، أيوة أنا اللي قتلته ومش خايفة ولا ندمانة وما خايفاش من حبل المشنقة يا شهد، ومش هقول إن كنت مجنونة ولا مش في وعي لما عملت كده، لا أنا كنت واعية وعارفة أنا بعمل إيه، بس عشان تعرفي مش أنا الوحدي اللي ميتة، أنتوا كمان كلكم في حكم الميتين، أنت وأمك وإخواتك، تعرفي ليه؟ عشان كل واحدة فيكم سابت الدنيا اللي كانت عاوزة تعيشها وراحت رمت نفسها في حضن البيت الكبير، في حضن جبرية. عشان ايه؟ عشان الفلوس، الفلوس اللي واخدكم لجبركم وانتوا مش حاسين. امشي يا شهد، امشي وما عوزاش حد فيكم يزورني، ما عوزاش حد يخطي برجنه عشان خاطر لادية. تعالي بس يا كريمة، تعالي بس. ايه جراني زي الخروف كده ليه يا بنتي؟ مالك يا ريتاه؟ خير يا حبيبتي؟ اللي اسمه فتحي ماله؟ كلمني ورحت قابلته وقال لي كلام ما عجبنيش. قال لك ايه يعني؟ قال ان انت اللي قتلتي فريده. قتلت فريده؟ كلام الفارغ ده يا بنتي عبيطه، تلاقي بس بيشتغلك وعايز ياخد منك قرشين. يعني انت ما عملتهاش يا كريمه؟ فطميني وديني عشان ابقى معاكي وايدي في ايدك، انا الوحيده اللي هقف جنبك. كريم عملتي؟ ايوه عملتها.